بنيابة عن الحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي، التقدم بالتحاني لخادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان السعود والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي. على مدى قود عديدة عملت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية معا كشركاء استراتيجيين لمعالجة أصعب التحديات في المنطقة، كما تربطنا علاقات صداقة والتعاون واحترام متبادل. في هذا اليوم المميز أتقدم بخالص التهاني لكم جميعا. يوم وطني سعيد.